خلينا نبتدي مع الدكتور احمد. دكتور، يمكن عايزين نعرف ازاي تم اختياركم، سواء انت في الاتحاد الافريقي، خاصه رئيس الاتحاد الافريقي مش مصري، ميشيل باو هو من سيشل وهو رئيس الاتحاد الافريقي، ازاي تم الاختيار ليك؟ ايه اللي انت شافوه فيك تقدر تاد فاليو للاتحاد الافريقي لريشارد طائره، خاصه في اتجاه التطوير؟ يعني في البدايه كان الاتحاد الافريقي طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي كان عنده بعض الاهداف وبعض البرامج لتطوير اللي نقدر نقول الهيومن ريسورسز اللي موجودين في جوه الاتحاد الافريقي، فكان يعني عنده بعض المبادرات وبداوا يعملوا بعض يعني نقدر نقول انترفيوهات مع بعض المتقدمين عشان نغطي موضوع التطوير. كان الاتحاد الدولي عنده خطه يعني لتطوير الريشه الطايره في قاره افريقيا بالكامل، فيعني عملوا بعض الانترفيوهات لبعض المتقدمين، يعني انا كنت واحد من الناس اللي تقدمت للوظيفه يعني، ويعني عملنا بعض المقابلات مع الاتحاد الدولي وبعض الاسئله شويه. شافوا فكرك وشافوا انت حقيقي يعني هم نقدر نقول ان هو يعني ورؤيتك كمان للمستقبل ازاي؟ كان في بعض الامور خاصه يعني بتاريخك انت الرياضي، وانت طبعا كان تاثيرك ايه كلاعب او كمدرب او يعني سو ايفر انت كنت فين في بلدك بشكل عام، وبعدين يعني انت رؤيتك ايه وفكرك ايه، وهل انت تقدر تاد فاليو زي ما حضرتك قلت وتقدر يعني تضيف للقاره بشكل عام، ويعني والاختيار الحمد لله تم ان شاء الله. واكيد انت قدها ودود وعندك من الامكانيات اللي تقدر بيها، وهنتكلم تكنيكال اكتر على البلان بتاعتك.